أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ورد شيء في السنة أن أهل الجنة لا يكون عليهم تكاليف بالعبادات مثل الصلاة والصيام وباقي العبادات؟ الجنة دار جزاء وليست دار عمل. الجنة دار جزاء فقط وليست دار عمل، فليس فيها أعمال مثل ما في الدنيا، لأن الأعمال انتهت، الأعمال انتهت في الدنيا وبقي الجزاء. نعم.